من 25 إلى 30 يوليوز، ففعالية أنشطته ستتوزع على جامعات التالية: العوامة، الخميس ساحل، ريسان الجنوبية، ثم أربعاء عياشة. سيدتي سادتي، إن المرصد المغربي من هذا المنبر الجليل يعلن أنه سيعمل جاهدا من أجل بيئة تنموية عبر الاستمرار في تنظيم ندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية ودورات تكوينية وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الإدارية والمؤسسة المعنية وجمعيات المجتمع المدني وطنية كانت أم دولية، وتوقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات المذكورة. وبالمناسبة نشكر موظفي عمالة الإقليم، خاصة خلية البيئة، وموظفي مجموعة بيئة، وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة نصره الله السيد بوعاصم العالمي، الذي سهل علينا التراسل مع رؤساء الجامعات في هذا المجال. سيدتي سادتي، إن المرصد المغربي للبيئة والتنمية بهذا الإقليم سيقوم وسيتابع رصد ومساءلة وتقييم النتائج العامة للعمليات البيئية وإصدار تقارير ودراسات ومنشورات ودلائل لتطوير المنظومة البيئية سواء في العرائش أو على المستوى الوطني. أيها الحضور الكريم، إن المرصد يناجي نفسه، فاستمعوا إلى كلمات مناجاته التي أولها حدث وتنهيها كامل، وباقي الكلمات هي العدد 24 مليون يوم. شكرا للدكاترة الأجلاء الأفاضل.